السلام عليكم ورحمة الله، برحب بيكم مع فيديو جديد. النهاردة بإذن الله هننفذ مع بعض فكرة الفانوس ده. الفانوس ده فانوس جميل جدا جدا، حجمه بجد وهم، يعني حاجة كده صغيرة، ارتفاعه ما يزيدش يعني 20 سنتي، ووزنه حوالي 100 تقريبا 155 سنتي، 155 جرام. ده وزنه 155 جرام يا جماعة، بوحدة الصوت والضوء بالفايبر. تخيلوا، هو واخد خرز بس 107 جرام، الخرز بتاعه 107 جرام. لما حطينا الفايبر وركبنا الوحدة وزننا طبعا كله على بعضه، كان حوالي 155 جرام، يعني معناه ان وزنه خفيف جدا جدا، وفي نفس الوقت شكله حلو قوي. هننفذه مع بعض. انا نزلت صورته على المنتدى كنوع من التسويق دي، يعني مش اكتر. شوية اسئلة كانت اسئلة بسيطة، وطبعا حبيبتي ايمي من اجمل الناس اللي دايما متابعيني ودايما ترد عليا ودايما تعلق معايا، انا بحييها وبحيي كل اللي بيشاهدني كل اللي بيتابعني. هنبدا مع بعض على طول، سمي بسم الله، ننفذ الفانوس ده مع بعض وهنركز مع بعض هنعمل فيه ايه. تمام كده يا جماعه، هنستخدم معاه خرز سداسي، بس المره دي خرز سداسي اللي هنستعمله خرز مقاس 8. بص قد ايه، شايفينه؟ انا معيش خرز هنا مقاس 10 عشان اوريهولكوا، ده خرز مقاس 8. بص الحجم عامل ازاي. تمام كده، ارميس خرز مقاس 8 يديك الحجم صغير والوزن بيبقى خفيف وشكله لذيذ. مش عارفة، انا حبيته اول مرة اتعامل بيه، وجبت اللونين دول بس، يعني ما جبتش الوان كتير، قلت اجرب اخبره ايه معايا، يعني هيمشي ولا مش هيمشي. وبما ان انا هستخدم خرز مقاس 8 هستخدم معايا خيط 60. انا عملت الفانوس ده بخيط 60، كان متين جدا، مجربتش حكاية خيط مقاس 70 فيه هيبقى عامل ازاي، خفت انه يكتمه يعني. فهنستخدم خرز مقاس 8 سداسي، وهنستخدم معايا خيط مقاس 60. تمام كده يا جماعة، نبتدي على طول بسم الله. ادي الخيط بتاعي اهو، بخيط مقاس 60. تمام كده، هنقطع الخيط بتاعنا، يا رب يكفي بس عشان الخيط معايا بيخلص. هنقص على طول. طيب الفانوس ده يا جماعة احنا هنبتديه من فوق. تمام كده، هنبتدي شغله من فوق مش من تحت، عادي زي اي فانوس اشتغلناه. بالنسبة للفوانيس اللي بنتعامل معاها بالخرز ده نبتديه من فوق، بس البداية هتكون ازاي. بص معايا كده، الفانوس ده حجمه صغير، فكان فكرة التركيب الوحدة من هنا صعبة، صغيرة مش هتنفع، 3 في 3 مع خرز مقاس 8 الوحدة ما دخلتش، فاضطريت ان انا اركبها من فوق. لا، انا عايز اركب الوحدة من تحت زي ما احنا متعودين. هنعمل ايه بقى؟ هنشتغل مع بعض مربع مكون من 20 غرزة رباعية، 20 غرزة رباعية. طب احنا هنعمل ايه؟ هنعمل 19 غرزة رباعية، وبعدين هنقفل بالغرزة رقم 20. تمام كده، وبعدين نشوف هنعمل ايه. نبتديها مع بعض كده. طبعا احنا شغلنا غرزة رباعية والكلام ده خلاص بالنسبة لنا الموضوع ما بقاش فيه صعوبة. هنبتدي 1 2 3 4. تمام كده، هنساوي الخيط بتاعنا كده، وهنقفل الغرزة بتاعتنا، ودي أول غرزة من أصل 19 غرزة. احنا اتفقنا الغرزة رقم 20 دي اللي هنقفل بيها، فاحنا هنشتغل الأول 19 غرزة رباعية. دي كده أول غرزة اهي من أصل 19 غرزة رباعية. نشتغل كمان مع بعض، هنحط خرزة في طرف وخرزة في طرف، ونقفل بالخرزة التالتة. للتلاتة انا في واحدة عندي من الغرزة اللي قبل كده، وهنا نحط عليهم 3، واحدة يمين واحدة شمال، وبعد كده اهي تاني واحدة من اصل 19 غرزة رباعية. نشتغل مع بعض كمان واحدة
غرزة خرزة في الشمال وخرزة في اليمين، وهنقفل بالخرزة التالتة. وهكذا بنفس الطريقة لغاية ما نخلص 19 غرزة رباعية. تمام كده يا جماعة، كده 3 غرز من أصل 19. كده وصلت، عملنا احنا 19 غرزة رباعية بالشكل ده. هنقفلها مع بعض بالغرزة رقم 20. ازاي؟ انا عندي الخيط اهو، هجيب خرزها في طرف الخيط ده بالشكل ده، ونعد الخيط من الخرز اللي هي اول خرزه من البدايه خالص، نسحب واقفل بخرزه بالشكل ده. تمام كده يا جماعه، ونقفل بالشكل ده. تمام كده، لغايه هنا احنا كده ماشيين تمام، قفلنا 20 غرزه رباعيه. هنبدأ بقى كده نقسمها. أول حاجة نيجي نتني الجزء ده كده ونعد، 1 2 3 4 5، ونعد ونقفل، يعني هنتني قصدي كده، ونعد 1 2 3 4 5، ونتني 1 2 3 4 5، هتديني المربع ده. تمام كده يا جماعة، بالشكل ده. طيب تمام، ايه اللي جاي بقى؟ اللي جاي ان احنا هنعمل سطر رباعي لواحد خارجي، سطر لبره، يعني سطر خارجي طاير لبره رباعي على واحد. انا هجيب كده، اثبت شغلي كده، واقف عند الخرزه دي، هحط عليها 3 خرزه، 2 3، وهني تمام كده. بعد كده على خيط بنعدي من الخرزة اللي جنبه اللي عليها الدور بالشكل ده. اصبح معايا خرزتين، احط عليهم 2. تمام، ونقفل بالشكل ده يا جماعة. بعد كده بنعد الخيط، معايا خرزتين هنحط عليهم 2. تمام، بعد كده بنعد الخيط، اتنين هنحط عليهم 2. وصلت لاخر الجنب ده، هعد الخيط اهو، 2 هحط عليهم 2. كده قفلت انا اول جنب من اصل 4 بالشكل ده. وعشان انقل الشغل للجنب ده لازم اعمل غرزة رباعية على الخرزة دي، بمعنى انا معايا واحدة هحط عليها 3، بنسميها غرزة طايرة. خرزة، 2 3، كلهم طبعا الخرز كله اتحط في اتجاه واحد عشان هنقفل كده كده. قفلنا كده، انا اقدر انقل على الجنب التاني بالشكل ده. ادي الخيط اهو، هعدي من الخرزة اللي عليها الدور اهي، بقى معايا 2، احط عليهم 2.
بنفس الطريقة دي هعمل بقية الثلاث جوانب للجزء المربع اللي احنا اشتغلناه، اللي هو السطر الرباعي الطير اللي احنا بنشتغله مع بعض بنفس الطريقة زي ما ابتدينا. الجنب ده هنعمل الثلاث جناب التانية، انا هكمل الباقي وارجع نقفله مع بعض. كده عملنا السطر الخارجي رباعي على واحد بالشكل ده ورجعنا نقفله مع بعض هنا. تمام كده يا جماعة، هنعمل ايه؟ انا وصلت للزاوية دي، اعدي الخيط من هنا كده. بقى معايا اتنين هحط عليهم خرزتين عشان نقفل الدور ده خالص بالشكل ده. تمام كده يا جماعة. اللي جاي بقى هنعمل دور واحد بس رباعي على واحد رأسي، يعني الناس اللي تحت كده خلاص زي ده. احنا ابتدينا بالدور ده وبعدين عملنا دور خارجي رباعي على واحد، بعدين هننزل دور واحد بس رباعي على واحد لتحت. تمام، هنبتدي مع بعض هنا. معايا واحدة هنحط عليها ثلاثة خرزة، الأحمر ده هيبقى في الزاوية في الأركين هنا يا جماعة، الخرزة الحمراء باقي كله أزرق عادي. واحد اتنين تلاتة، تمام كده اهي. نعد الخيط بس الغرزة كويس، بعدين نعد الخيط كده مع اتنين، حط عليهم اتنين اللون الأزرق. بالشكل ده وهكذا لنهاية الدور، بنعد الخيط خرزتين ونحط خرزتين، خرزتين ونحط خرزتين، ونراعي ان عند الاركين دي ادي ركن اتنين تلاتة اربعة، عند الاركين دي بتبقى الخرزة الحمراء، غير كده بيبقى كله باللون الازرق زي ما حضراتكم شايفين. نمشي مع بعض شوية، اتنين نحط عليهم اتنين، بالشكل ده عد الخيط كده، خرزتين حط عليهم خرزتين، وهكذا بنفس الطريقة دي لنهاية الدور كله رباعي على واحد بالشكل ده. وعند الزوايا بنحط الخرزة اللي هي اللون الأحمر والباقي كله بيبقى باللون الأزرق أو الزهري، يعني مش عارفة زي ما تحبوا هو اللون الأزرق. تمام كده يا جماعة، كده خلصنا احنا السطر ده اللي احنا ابتديناه مع بعض كله كان رباعي على واحد. اللي جاي بقى يا جماعة كده هنبدأ نعمل في كل ركن من ده كأنه عمود كده كام سطر. تمام، في كل ركن من دول، طب بينهم؟ لا، بينهم فراغ اللي هنركب فيه الفايبر. في كل عمود من دول، في كل زاوية من دي هنعمل عمود. عدده هقول لكم انا عدده قد ايه. طيب اول حاجة هنبتدي، انا ابتدي معاكم نعمل واحد مع بعض. هنعد الخيط من هنا، العمود يا جماعة بياخد الخرزتين، هنبدأ من هنا وننهي هنا رايح جاي رايح جاي هنا اهو. تمام، انا عند الزاوية الحمراء دي الخرزة الحمراء حطيت الخيط اهي بالشكل ده. تمام، طبعا احنا شغلنا كله رباعي على واحد، معايا خرزة هحط عليها اربعة اتنين ازرق، اتفقنا ان الزاوية دي هتبقى خرزة حمراء، واحدة حمراء كده تلاتة، وانا معايا واحدة اصلا ببني عليها كده اصبحت اربعة بالشكل ده. بعد كده هنعد الخيط من الخرزة دي اهو كده، معايا اتنين احط عليهم اتنين. طب الاتنين اللي احطهم فين؟ الخيط اللي في ايدي الخرزتين باللون الازرق
فرزة، وادي التانية اللي هقفل بيها بالشكل ده. تمام، انا معايا خلطتين حمراء، المفروض ان يكون عددهم 7. تمام، انا معايا 2، هنكمل الخمسة الباقيين. خرزة نحط عليها 3، 2 ازرق، 1 احمر. الخيط مرة بحطه في يعني انا هنا المرة دي ابتديت بالخرزة بالخيط اللي في ايدي الجنب اليمين بالشكل ده، وبعد كده هعدي الخيط من الخرزة الزرقاء دي كده، اتنين، حط عليهم 2 باللون الأزرق. لو لاحظتوا انا العمود رايح جاي رايح جاي، تمام كده اهو. بعد كده هنبدأ بالخيط اللي في الجنب الشمال، معايا خرزة احط عليها 3، 2 ازرق، 1 احمر، وهنقفل. بالشكل ده. بعد كده عد الخيط من الخرزة دي بالشكل ده. الخيط هنحطه الخرز نحطه في الخيط اللي في الجنب اليمين. احنا ماشيين رايح جاي يا جماعة، خرزتين ونقفل بالشكل ده. تمام، بعد كده اللي بعده خرزة نحط عليها 3، 2 ازرق، 1 احمر. وهنقفل بالشكل ده. بعد كده نعدي الخيط من الخرزة دي، هنحط الخيط الخرز في الخيط اللي في ايدي الشمال، معايا 2 احط عليهم 2 باللون الازرق. تمام، بنكمل على الوضع ده لغاية ما نوصل ما يبقى عدد ارتفاع العمود عبارة عن 7 ادوار، يكون 7 ادوار. 7 ادوار لو عدينا عدد الخرزات الحمراء، كل خرزة حمراء بدور، يعني هيكون 7 خرزات حمر. تمام كده، بعدين نعد الخيط من الخرزة دي بالشكل ده، معايا 2 احط عليهم 2 في الخيط في الجنب اليمين، 2 باللون الازرق. 4، نعد كده نشوف وصلنا لكم. عد كده، 1 2 3 4 5 6، لسه كمان واحدة. هنحط في الخيط اللي في ايدي اليمين خرزتين، 1 حمر. وهنقفل بالشكل ده. بعد كده نعد الخيط هنا، انا كده وصلت 1 2 3 4 5 6 7. هنا في الغرزة الاخيرة دي انا هحط الخرزتين، معايا 2 هحط 2 في الخيط اللي في طرف اليمين، لان لسه في خيط انا هستفيد بيه، مش هنهيه مش هقصه هنا يا جماعة. ادي الخرزتين بالشكل ده. تمام كده، عملنا اول زاوية من اصل 4. زي ما عملنا دي هنعمل الزاوية دي او العمود، زي ما عملنا العمود ده هنعمل عمود هنا وعمود هنا وعمود هنا. كده احنا خلصنا الاربع عمدان او الاربع زوايا للفانوس اهو.
هنبدأ نقفل من تحت. طب هنعمل ايه؟ هنبدأ مع بعض ناخد جنب كده نعمله سوا. انا جبت خيط عديته من الخرزة دي، هنعمل كام غرزة رباعية هنعد مع بعض. اول غرزة هنحط خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، تمام، وهنقفل بخرزة بالشكل ده. نعد بس نظبط بس ال كده يا جماعة، تمام. ادي واحدة، كمان واحدة، خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهنقفل بخرزة كده. الغرزة رقم 2. تمام، ايه، تمام. كمان واحدة، خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهنقفل بخرزة كده. كده عملنا أربع تلات غرز رباعية اهي. نعدلها، واحد اتنين تلاتة. الغرزة رقم 4 هي اللي هنقفل بيها. ازاي؟ خيط اهو، هنحط خرزة هنا في اي طرف، فوق او تحت مش فارقة اهي، وليكن ده. هنعدي من الخرزة دي عشان نقفل كده. كده انا معايا تلاتة، هحط عليهم خرزة واحدة وهقفل، بس ما اسيبش خيط يلخبطني وانا بشتغل. بعد كده نبقى نركب اللي احنا عايزينه. لما نحتاج خيط نبدأ نشتغل برواق، تمام كده. اهو هنعدي الخيط من هنا عشان نخفي العقدة اللي احنا عملناها اهي، بمنتهى البساطة كده. هنشد، اختفت العقدة اهي، ونقص زيادة، تمام. عملنا كام غرزة كده يا جماعة؟ عملنا 4 غرز رباعي. تعال نشوفها تاني مع بعض. بص كده معايا اهي، عدينا الخيط من هنا، عملنا غرزة رباعية، خرزة يمين خرزة شمال وقفلنا بواحد، خرزة يمين خرزة شمال وقفلنا بواحد، ادي كده اتنين، خرزة يمين خرزة شمال قفلنا بواحد كده تلاتة. وبعد كده خرزة يمين عديناها من الخرزة دي، والطرف التاني حطينا فيه واحدة، ربطنا وخفينا العقدة هنا كده. احنا بالظبط عملنا 4 غرز، واحد اتنين تلاتة اربعة، 4 غرز رباعية داخلية. طب اللي فوقها كام؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. اللي فوق خمسة واللي تحت اربعة عشان يبقى شكلها نازل على ضيق بالمنظر ده. خلاص، تحبوا نعمل واحدة مع بعض؟ نعمل واحدة كمان مع بعض عشان يبقى واضح احنا بنعمل ايه. نجيب حتة مش كبيرة، مش عايزين خط كتير، مش كده. الخط 60 قرب يخلص عندي، مش مشكلة. هنعد الخط من هنا، خرزة دي ايه، هنحط خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهنقفل بواحدة. ادي اول غرزة، تمام، ونقفل بالشكل ده كده. اول غرزة. التانية، خرزة في الطرف الشمال وخرزة في الطرف اليمين، وهنقفل بخرزة بالشكل كده. رقم 2. تلاتة، هنحط واحدة في الطرف الشمال وواحدة في الطرف اليمين، وهنقفل واحدة، تمام كده. رقم 3 اهي كده. رقم 4،
هجيب خرزة في اي طرف من الاتنين مش فارقة ايه، وهناخد الخرز اللي في العمود التاني ده كده ايه، ونجيب خرزة نحطها في الطرف التاني وهنربط خلاص، مش هنستخدم الخيط ده في حاجتين. ادي ربطة وايدي التانية كده، تمام كده يا جماعة. ونجيب الخيط ندخله من الخرز من الخرزة دي عشان نخفي العقدة بالشكل ده اهي. نعمل بس الغرز بتاعتنا الملخبطة دي كده اهو بمنتهى البساطة اهي، ده جنب واضح صح، ده جنب. بنفس الطريقة هنعمل الجنبين التانيين دول بنفس الشكل ده، هنعمل الجنبين هنقص بس الزيادات وهنعمل الجنبين زي ما احنا عملنا، بحيث يبقى عدد الغرز اللي داخلية دي 1 2 3 4، نبدأ بواحدة وادي 2 3 ونقفل بالرابعة، تمام كده يا جماعة. عملنا 2 مع بعض، اكمل انا الاتنين التانيين وارجع لكم كده. احنا قفلنا الاربع جوانب بالشكل ده يا جماعة. بعد كده بتجيبي ورقة كرتون تكون متماسكة شوية وتحاولي تقصي بحيث انها تركب من جوه، تبقى محكومة من جوه تمام، ما تبقاش كبيرة قوي ولا تبقى صغيرة، تبقى محكومة تركب من جوه كده، تلاقيها مرتاحة ومغطية المساحة دي كويس. هتقصي منها قد ايه؟ هتقصي منها يعني نموذج واحد بالكرتون، وبتعلمي بيها على قطعة الفايبر وتقصي المقاس بحيث يبقى مظبوط على قد دي. انا عملت الجزء ده هنا، ادي 4 قطع بالشكل ده. طبعا الطبقة البيضة دي بنشيلها احنا كده، يعني الطبقة البيضة دي لازم تتشال عشان تبقى عاملة زي الازاز، والا احنا معملناش حاجة يعني بالشكل. في بعض اللي بيقصلكوا الحاجات دي او بيجيبولكوا الحاجات دي مبيبقاش فيها الجزء الغطا الابيض ده، يعني اللي هو اللزق الابيض، مش شرط يعني. هنشيل الجزء الابيض ده عشان نبدأ نركب. احنا كده شلنا الطبقة البيضة اللزق الابيض اللي كان على الجزء الفايبر زي ما حضراتكم شايفين كده تمام. بعد كده بنبدأ نركبه بمسدس الشمع. انا بشغل مسدس الشمع لازم يبقى سايح كويس، يعني ما يبقاش تقيل تمام كده، لازم يبقى سايح كويس جدا بحيث انه يمسك على الفايبر ويمسك في الخرز كويس. الحاجة الاهم من ده ان الفايبر طبعا ليه جزء خشن وليه جزء ناعم، احنا بنراعي ان الجزء الخشن هو اللي بيكون لبره بالشكل ده، ده كده لازم يكون الجزء الخشن لبره عشان بس ما نتلخبطش ونخليه ناعم. الناعم كده مش هياخد الرونق والشكل بتاعه يعني تمام، الخشن بيبقى لبره. انا اجيب المسدس بتاعي انا شغلته بالشكل ده، هحط على الاحرف هنا بسم الله كده، احنا في شتاء فلازم نراعي ان هو ممكن ينشف بسرعه تمام كده يا جماعه. نحاول ان احنا بس نحط شمع كويس عشان خاطر يمسك، ميبقاش فيه مجال ان هو يفك. خلاص انا حطيت الشمع بتاعه، باجي هنا واروح مدخله بزاوية كده تمام، واثبته في مكان بالشكل ده. وهو سخن فهتلاقيه هيمسك ويبقى تمام يعني تمام اهو بالشكل ده. الاجزاء اللي تحت لازم نظبطها عشان خاطر ما تمسكش كده تمام كده يا جماعه اهي. بنفس الطريقه دي هنثبت بقيه الوشوش الثلاثه، شايفين حطيت الشمع ودوست كويس وسبته عشان يمسك بالطريقه دي، وزي ما ثبت الوش ده هثبت بقية الوشوش الثلاثة بنفس الطريقة.
تمام كده يا جماعة، انا ركبت التلت وشوش اهي فايبر بالشكل ده. طب ايه اللي جاي بقى؟ هنبدأ نعمل، عايزين نعمل سطر داخلي رباعي على واحد، سطر داخلي رباعي على واحد. نجيب الخيط بتاعنا، احنا كده بنخلص الخيط 60 المستعان. سطر داخلي رباعي على واحد، انا جبت الخيط وهنا الجزء ده بتاعي، هجيب الخيط اقدم الخرزة دي تمام، بعد كده من الخرزة دي بالشكل ده تمام. انا معايا اتنين، هحط عليهم اتنين. احنا بس هنبدأ مع بعض بالشكل ده تمام. نعدي الخيط كده، بقى معايا خرزتين احط عليهم اتنين بالشكل ده تمام. هنكمل بنفس الطريقة دي، نعدي الخيط خرزتين خرزتين، وطبعا عندي الاركان دي بيبقى خرزة واحدة، يعني هنا هنعدي الخيط كمان من هنا، انا معايا خرزتين احط عليهم خرزتين هنكمل الدور ده داير ما يدور لغاية ما نوصل للاخر بالشكل ده. ابتدينا مع بعض، سطر داخلي رباعي على واحد، نعدي الخيط خرزتين نحط خرزتين خرزتين نحط خرزتين لغاية الزوايا، بناخد ثلاث خرزات ونحط عليهم خرزة واحدة، نكمل الجنب ده وبعد كده هنكمل الباقي، هيبقى عادي سهل مفيهوش أي حاجة. الخطوات دي كلها احنا نفذناها قبل كده يا جماعة، مفيهاش أي جديد، لكن يعني بما إن هو فانوس جديد غير الفانوس اللي قبل كده او غير الفوانيس اللي قبل كده، فبيفضل ان احنا نمشي مع بعض برضو في بدايتها خطوة خطوة. اي حد جديد دخل يبقى الامور بالنسبة له واضحة، ميحسش ان في حاجة مبهمة. اهو بصوا كده انا وصلت لنهاية الجنب ده، هاخد الخرزة دي تمام، وهاخد الخرزة دي كده، اصبح معايا تلاتة احط عليهم خرزة واحدة، وهكذا الدور ده كله داير ما يدور كده بنفس الطريقة دي. هقفل بنفس النظام ده كده، هنعمل كده، احنا عملنا السطر الداخلي اهو بالنسبة للفانوس رباعي على واحد داخلي. اللي جاي بقى هنبدأ نعمل الرقبة بتاعت الفانوس اللي هي دي يا جماعة، هو الجزء ده الازرق ده، بس احنا هنا هنعمله احمر. هنعمل ازاي؟ هنعدي الخيط، انا هعدي الخيط من اي خرزة من النص عشان يبقى سهل ان انا اقفلها بعد كده بالشكل ده تمام. معايا واحدة احط عليها تلاتة، طبعا الرقبة اللي هتبقى عبارة عن دورين رباعي على واحد، احنا هنبدأه مع بعض، خرزة اتنين تلاتة، وانا معايا واحدة كده بقت اربعة، ونقفل بالشكل ده تمام كده. بعد كده نعدي الخيط بالشكل ده، معايا اتنين احط عليهم اتنين، اتفقنا ان الرقبة بتاعت الفانوس باللون الاحمر لان هو جسمه باللون الزهري او الازرق. خلاص دي بالشكل، بعد كده بنعد الخيط كده، مع اتنين نحط عليهم اتنين وهنا
هيبقى السطر ده كله داير ما يدور رباعي على واحد، وهنعمل اخوه بالظبط زيه في السطر التاني رباعي على واحد. تمام كده يا جماعة، زي ما ابتديناه هنا خرزه وحطينا عليها 3، وبعدين عدينا 2 نحط عليها 2، وبعدين بنلف الدور كله داير ما يدور بالشكل ده رباعي على واحد مفيهاش اي حاجه، نخلصه ونبني زيه سطر تاني بنفس الشكل كده خماسي باللون الاحمر عفوا رباعي على واحد. انا هخلص السطرين دول رقبه الفانوس وارجع لكم. كده احنا خلصنا السطرين اللي هم خاصين برقبة الفانوس، هنبدأ نعمل القاعدة بتاعته. طب ايه اللي جاي دلوقتي؟ هنعمل سطر خارجي رباعي على واحد. نبتدي مع بعض. انا عندي هنا الخيط، هنشتغل رباعي على واحد معايا واحد، نحط عليها 3 خرزات. خرزة 2 3 كده. تمام كده يا جماعه، بعد كده نعد الخيط. بسم الله. كده انا معايا خرزتين نحط عليهم 2. هعمل تبديل بس هنا عشان في طرف اطول من طرف، ما تقلقوش مش هيأثر في اي حاجة. بعد كده بنعد الخيط. معي 2 حط عليهم 2 خرزة. وصلنا لاخر الجنب ده معايا 2، عدينا الخيط طبعا معايا 2 نحط عليهم 2. تمام كده يا جماعة، نقفل. احنا معانا 3 4 اضلاع، خلصنا واحد منهم. طيب انا وصلت هنا للاخر، طبعا عشان انقل الجنب التاني لازم ابني على الخرزة دي غرزة رباعية، بمعنى انا عندي خرزة هحط عليها 3 في الخيط اللي في ايدي الشمال. خرزة 2 3 وهنبقى. كده تمام، انا كده جاهزة ان انا انقل على الجنب التاني. هنعد الخيط نسحب. انا معي 2 احط عليهم 2. وهكذا بنفس الطريقة دي لاخر الدور هنكمل الجزء ده. كده احنا قفلنا السطر الخارجي، الاطار الخارجي رباعي على واحد زي ما حضراتكم شايفين كده. اللي جاي بقى هنبدأ نعمل القاعدة بتاعت الفانوس، وهي عبارة عن سطرين. تمام كده يا جماعة، هنبتديها نحاول ناخد الاتجاه حسب ما انتم بترتاحوا، انا هشتغل كده. تمام كده، مكان ما انا وقفت. لو الخيط من عندكم خلص بتجيبوا خيط وتركبوه في اي خرزة زي ما تحبوا يعني. طيب هنا هنشتغل الدورين، القاعدة عبارة عن دورين رباعي على واحد. هنبتدي من هنا نحط خرزة 2 والتالتة باللون الأحمر اللي هي في الزاوية. كده تمام، بعد كده هنعد الخيط.
معايا اتنين، هحط عليهم اتنين باللون الازرق. عملناها كذا مرة القاعدة بتاعت الفانوس، بس برضه حبيت ان انا ابتديها معاكم. نعدي الخيط بالشكل ده ونسحب معايا اتنين، حط عليهم اتنين باللون الازرق، وهكذا لنهاية الدور، وهكذا للدور التاني بنفس الطريقة كله باللون الازرق، ما عدا عند الزوايا هنحط الخرزة، هيبقى هنا الخرزة بتبقى لونها احمر زي الجناب دي، هتبقى نفس الحكاية تحت هنا هيبقى احمر، غير كده كله رباعي على واحد باللون الزهر، ايا كان الالوان، المهم ان الدورين هيكونوا عبارة عن رباعي على واحد. كده احنا خلصنا القاعدة بتاعت الفانوس، الرقبة بالقاعدة نفسها. بصوا كده معايا يا جماعة، هنا ده مكان مكان الوحدة، خدوها قاعدة. لما يكون الخرز مقاس 8 سداسي او درس، هنا الفتحة بتكون 4 في 4 للوحدة، مقاس 8 تبقى 4 في 4، لو مقاس 10 هتبقى 3 في 3. فهمتوني؟ هنا علشان الخرزة صغيرة مقاس 8، فاحنا اشتغلنا في الفانوس بحيث تبقى الفتحة هنا 4 في 4 عشان الوحدة تركب وتبقى تدخل بمرتاحة، وفي نفس الوقت تبقى ايه بايتة في مكانها تمام يعني. لكن لو هي الخرزة مقاس 10 فبتبقى 3، الفتحة 3 في 3. فهمتوني يا جماعة؟ الكلام ده في حالة خرز السداسي، حالة خرز الدرس مش السداسي بس. طيب كده احنا خلصنا، نبدأ نشتغل في الجزء اللي فوق ده. هنعمل ايه؟ احنا عندنا 4 زوايا، 1 2 3 4، في كل زاوية هنشتغل الجزء الاتي. هنجيب الخيط، جايبها قطعة مش كبيرة بس يعني تشتغل تمشي معانا شوية. هنعمل ايه؟ هنحط على الخرزة دي نشتغل غرزة رباعية، هنحط 2، طبعا معايا واحدة هحط عليها 3، 2 زهري واحدة حمرا. تمام كده يا جماعة، نسحب نقفل العقدة بالشكل ده. بعد كده الخيط ده هنعدي من الخرزة هنا، وهنحط فيه خرزتين في الغرزة الرباعية اللي هنا. فهمتوا احنا بنعمل ايه؟ فاكرين الجزء اللي احنا عملناه في الزاوية هنا؟ هو نفس الكلام، رايح جاي رايح جاي، بحيث ان احنا نعمل 4 ادوار. كده بعد كده بنحط خرزتين، طبعا احنا هنمشي كده، فهنحط في الجنب اليمين خرزتين باللون الازرق، واحدة باللون الاحمر. تمام كده يا جماعة، ماشي الخيط صغير كده، ما بحبش انا اتعامل مع فتلة صغيرة. تمام، عديت الخيط، هنا هحط في الطرف ده خرزتين باللون الازرق. تمام، طب انا هعمل ايه هنا؟ بس انا هغير بس حتة الخيط لان للاسف طلعت صغيرة، وارجع لكم على طول. تمام، انا جبت الخيط، هنكمل بس الجزء ده مع بعض. احنا كده عملنا 2 دورين اهو، هنعمل الدور التالت. حطيت الخيط هنا، هنحط خرزتين باللون الزهري، واحدة باللون الاحمر. بعد كده نعدي الخيط هنا، طبعا هنا احنا
اتفق رايح جاي. في الخيط اللي في الجنب اليمين ده هنحط 2 باللون الزهري ونقفل. ادي خرزه وادي خرزه، هندخل نقفل، نشد بس الخيط بتاعنا تمام كده. يا جماعه هنعمل اخر حاجه، ربنا يهدي علينا، هنحط خرزتين باللون الزهري في الجنب اليمين ده، واحده باللون الاحمر ونقفل. وهنشد تمام كده، نعد الخيط من هنا اهو، هنحط خرزتين باللون الزهري وهنربط الخيط، خلاص كده ملوش استعمال عندي. هربط الخيط ده وارجع له. عملنا اول زاويه من اصل 4، نعمل مع بعض كمان واحده. انا هجيب الخيط، بس جبته الطويل بقى اللي يفضل يفضل، لما بتخنق انا من الخيط القصير ده. اهي عديت الخيط من الخرزه دي، هنحط عليها خرزتين ازرق خرزه حمراء. تمام كده، بعد كده خيط اهو في الطرف اليمين هعديه، او اللي هو لتحت هعديه من الخرزة اللي عليها الدور هنا كده، حط خرزتين في الطرف اليمين واقفل. طبعا اتفقنا الخطوة دي رايح جاي رايح جاي، اعمل 4 ادوار. ده بعد كده الخيط اللي في الطرف اليمين احط 2 زهري واحد احمر تمام كده بالشكل ده. بعد كده نعدي الخيط من هنا بالشكل ده، معايا 2 هحط 2 في الخيط اللي في ايدي الشمال. فهمنا يا جماعة هنمشي ازاي؟ نفس اللي عملناه في العمدان اللي هي الزوايا دي هنعملها هنا. نفس الكلام من زهري واحد احمر. بعد كده نعد الخيط هنا كده اهو، معايا 2 حط عليهم 2 باللون الزهر كده. عملنا كام دور كده؟ 3. واحد 2 3. الدور الرابع الخيط اللي في الطرف اللي هو ده هنحط من زهري واحد احمر. وبعد كده نعدي الخيط هنا تمام اهي، هنحط في الخيط اليمين ده 2 زهري. انا عايزه الخيط يتجه في الاتجاه ده علشان ممكن نكمل بيه شغل بدل ما نقص. بص معايا كده، ادي عملنا عمود 2 وزيهم هنعمل واحد هنا واحد هنا بنفس الطريقه دي تمام. مش هنكرر نفس الشكل ده، لكن احنا هنحاول نبقى المنظر بالطريقه دي.
تمام كده يا جماعة، هنخلص بقية الجنبين دول وبعدين نيجي نشوف هنعمل كده يا جماعة. عملنا الأربع زوايا دي، 1 2 3 4، طبعا هما مستقيمين كده يعني أنا اللي مقوسين، تمام هما بالشكل ده. تمام، اللي جاي بقى هنبدأ نربطهم ببعض. طب تعالوا نشوف كده، نبتدي على طول بسم الله. هنربطهم ببعض بخرزة واحدة بس، مش عايزين أكتر من كده، يعني مش خرزتين، هنعملها واحدة بس عشان يتلم على طول. طيب أنا معايا كده هحط خرز هنا، ماشي. ده على فكرة خيط يعني باقي وأنا بعمل الجزء ده. لو طب أنا لو ما عنديش يعني خيط متقفل، بجيب حتة خيط وأعديها من الخرزة دي يا جماعة، أهي زي ما معمولة كده، وحطيت فيها خرزة أهي من تحت، وبعدين أعديها من الخرز التاني اللي أنا عايزة أربطها بيه، أول خرزة من العمود التاني هنا بالشكل ده. نشد، متتلخبطوش من الخيوط دي، ملكوش دعوة بيها، خليكوا بس والخيط اللي في ايدي. هنشد ونجيب خرزة عشان نقفل. بالشكل ده، لان انا عايزة الم الفانوس من فوق، انا مش عايزة يبقى سطلع الخيط اللي داخل في النص ده. تمام كده يا جماعة، شكل الخرزة دي انا عارفة انها سايبة بس معلش هتتشد، يعني هنشدها. تمام بالشكل ده، انا هسيب الخيط ده لان ممكن احتاجه فهسيبه دلوقتي. تعالى نعمل الجنب التاني بنفس الطريقة، هنضم برضو الجزئين دول على بعض. انا عندي الخيط اهو، جبت حتة خيط برضو عديتها من الخرزة دي اهي، هجيب من الخيط اللي هنا احط خرزة واحدة كده وعديها من هنا الجزء ده كده، خرزة اول خرزة من فوق بالشكل ده وضم. تمام، واجيب خرزة كده انا هربط عشان بس ننهي الأجزاء دي كلها. شد كويس، أنا بربط الخيط عشان بس لو في جزء عدى مشوفناهوش، أنا بس كل اللي بعمله أنا بربط الخيط فضم عليا بس وأنا بشتغل. أهي راحت فين؟ أهي أنا بس عايزة أخف الخيط الكتير ده. أهي يا جماعة نربط كويس وبعدين نعديها من هنا. تمام بسم الله، ايه حاول ان انا اخفي العقدة اللي انا ربطها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده بقيت تمام، ونقص زيادات. عرفت احنا عملنا ايه؟ ربطناهم ازاي؟ هنقص بس انا الزيادة دي. بس نشيل الخيط اللي ملوش لازمة ده اهو. بص هنا كده، انا هنا ربطتهم بخرزة واحدة عشان انا عايزاهم يتلموا يتضموا على بعض بالشكل ده. تمام، وبعد كده هنا نفس الكلام بخرزة واحدة اهي، عديت الخيط من بحطت خرزة عديت الخيط وحطيت التانية ربط وعديت. هنا هيبقى نفس الكلام، هربطه برضو بخرزة واحدة، هنضمهم على بعض كده كده، ونجيب خرزة ونربط بيهم. ماشي نعملها مع بعض اهي، ادي خرزة وعديها من اول واحدة خالص من العمود التاني اسحب. تمام كده معايا تلاتة، احط عليهم خرزة واحدة بس بالشكل ده اهو، واربط.
حاول نضمهم على بعض كده عشان الخرزة اللي تحت دي ما تلقش. زي ما احنا متعودين بنعمل ايه، بنعدل خيط من الخرز هنا عشان نخفي العقدة. الخيط طويل بس معلش مش مهم، احسن ما يبقى قصير ويتعبني. بالشكل ده نقص زيادة. بص معايا كده ايه صدام ازاي، نفس الكلام هنعمله. انا معايا حته خيط حلوه هنا اقدر اتعامل بيها اهي. هنعمل ايه، نجيب الخيط كده نفس الكلام كده، هجيب خرزه هنا بالشكل ده اهو، نضمهم على بعض قوي. نجيب واحدة كمان، انت عرفت احنا بنعديها ازاي. طارت من الخرزة اهي، انا هربط كده، يبقى انا ضميت الجزء اللي فوق ده كويس اوي على بعض بالشكل ده. كان ربطة نشد تمام، ربطنا. نعدي الخيط من هنا اهي ونخفي العودة اللي احنا ربطناها. نسمي بسم الله تمام كده يا جماعة. نقص بس زيادات اصبح بالشكل ده. بصوا طب ايه اللي جاي هنا يا جماعه، ركزوا معايا كده. لما انا ضميت هنا في هنا 3 خرزات، 3 3 3، هنشتغل هنا سباعي على 3. عديت الخيط اهو من هنا وعديت الخيط من هنا، انا كان الخيط عندي في الخرزه اللي في النص. طب لو مش موجود في الخيط يبقى انا اجيب خيط واخد كل 3 خرزات مع بعض. بص معايا كده اهو، دول 3 هنحط عليهم 4 خرزات باللون الاحمر عشان نبدأ ايه، احنا كده بنفنش الفنس باللون الاحمر. خرزة 2 3 4 وهنا كده. وبعد كده هناخد ال3 خرزات اللي جنب بعض دول ماشي، عندنا 5 وناخد ال3 اهي كده، معايا 4 نحط عليهم 3 باللون الاحمر. هحاول بس اسحب كده عشان نشد كويس. بعد كده هناخد الخيط اللي من تحت، هناخد ال3 خرزات دول مع بعض خدنا 2
وهناخد التالتة كده. معايا أربعة نحط عليهم ثلاثة باللون الأحمر. تمام كده. بعد كده آخر حاجة أنا الخيط اللي تحت هناخد التلاتة دول، أدي خرزة والتانية والتالتة وهناخد الخرزة دي الحمراء عشان احنا بنقفل الدور ده خالص. تمام كده. انا بقى معايا كام خرزة؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، نحط عليهم خرزتين بس لان احنا عاملينهم سباعي على تلاتة خرزتين. انا هربط الخيط ده خالص وارجع لكم عشان نعمل الايد. بصوا معايا كده يا جماعة، هنبدأ نعمل الايد. هنجيب الخيط بتاعنا هنعديه من اي اتنين في ركن، يعني بص الزاوية دي في خرزتين اهو، في اي خرزتين مع بعض فوق الاركان اللي احنا عملناها كده اهو بالشكل ده. تمام. هنعمل هنا غرزة خماسية، تعالوا كده نشوف. هنحط هنا اول حاجة جناب اللون الاحمر، واحد يمين واحد شمال، بعد كده نقفل بخرزة. تمام كده اهي، بقت كده غرزة خماسية. بعد كده هنبدأ نشتغل غرز رباعية، تعال نعدلها كده. تمام، هنبني عليها هنا الخرزة دي كده غرزة رباعية. هنحط خرزة يمين شمال شمال يمين يعني، وبعدين نقفل بواحدة. هنعمل قد ايه؟ هنعمل كام واحدة؟ نعمل زي ما تعمل لغاية ما توصل لطول الايد اللي انت عايزها، يعني زي ما تحب. عملناها سبعة، عملناها ستة، عملناها تمانية، عملناها عشرة، حسب الطول اللي انتوا عايزينه. تمام كده. كمان مرة خرزة وخرزة وهنقفل. الطول اللي انتوا شايفينه مناسب للفانوس بتعملوه، ملوش حد معين، ملوش حسبة معينة. خرزة وادي خرزة ونقفل. تمام كده. تمام كده يا جماعة. انا هعمل كمان كام واحدة هنا وارجع لكم عشان نقفل الايد مع بعض. انا كده عملت عشر غرز رباعية بالشكل ده. بعد كده هنبدأ نقفل. هنجيب خرزة حمراء وهنيجي في الخرزتين اللي قصاد الاتنين اللي احنا اشتغلنا عليهم اللي هناك. تمام، اللي احنا اشتغلنا هنا هنجي في الخرزتين اللي قصادهم هنا بالشكل ده. هعدي الخيط، حطيت خرزة صح، عدي الخيط نسحب كده كده يا جماعة. انا كده معايا اربعة، نحط واحدة بس وهنرد عشان نقفل اليد خالص.
شد بس الخيط كويس. كل اللي هعمله برجع الخيط هنا في الخرزة دي. عشان نخفي العودة اللي احنا ربطناها دي. طبعا اللي هيشوف هيلاقي ان الفانوس ده فيه نسبة اختلاف في تصميمه عن الفانوس التاني اللي عرضت عليكم في البداية، لكن هو طبيعة الفانوس هو اللي بيفرض علينا التصميم، ممكن يتغير او هو، لكن الفانوس كله من اوله لاخره ما اختلفناش فيه الا طريقة الايد بس. يعني بص معايا كده الفانوس بتاعي، جميل جدا جدا، والوحدة ادي الوحدة اهي، ادي مكانها يركب بمنتهى البساطة. شايفين كده الفانوس بتاعنا خلص الحمد لله. صوروا في نهاية الفيديو انزل الصور بتاعته. لغاية ما نتقابل بإذن الله في الفيديو اللي جاي، فانوس جديد ان شاء الله، ورشة جديدة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.